السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم رسالة بيب غوارديولا للاعبي نادي مانشستر سيتي، وأيضا أين حذرهم. طبعا هنالك لاعبين مقصودين بهذه الرسالة سأذكرهم بالواحد، بينما أيضا إذا مشاهدين لدينا تصريحات قائد نادي مانشستر سيتي السابق والذي يعد أحد أساطير نادي مانشستر سيتي على مر التاريخ عن نجم الدول الجزائري رياض محرز، وطبعا فيه رسائل رسلها مباشرة لمدرب الفريق حاليا بيب غوارديولا. هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، وأيضا هنالك العديد من المفاجآت في انتظاركم كالعادة. فبطبيعة الحال إذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. أولا أبدأ لكم بالخبر الأول عن تحذير بيب غوارديولا كما تشاهدون في العنوان الظاهر أمامكم في موقع مانشستر إيفنينج نيوز. بيب غوارديولا حذر بعض اللاعبين بعد مباراة نادي مانشستر سيتي أمام نادي ساوثهامبتون. رغم الفوز 5 أهداف مقابل 2، إلا أن بيب غوارديولا يعني كان نوعا ما متضايق من قرارات الفار، وأيضا متضايق من بعض اللاعبين الذين سأذكرهم في هذا الفيديو. طبعا ما جاء في هذا المقال كاختصار شديد هو أن بيب غوارديولا حذر بعض اللاعبين وصرح قائلا في نفس السياق: من الآن وحتى نهاية الموسم سأقوم بالتعويل على اللاعبين الذين يساعدونني على أرضية الميدان، والأفضل هو ما سيكون حاضر منذ البداية وبشكل مستمر، ونظام التناوب سيقل في قادم المواعيد. يعني راح يتكلم على سياسة المداورة، وراح يتكلم على أن اللاعبين اللي راح يقدموا لي يعني ضمانات فوق أرضية الميدان راح يبقوا أساسيين، وطبعا سياسة المداورة راح تقل في الأيام القادمة، لأنه بيب غوارديولا ملزم بالفوز في قادم المباريات لكي يحسم الدور الإنجليزي الممتاز، وأيضا يريد الفوز بالدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليس مثل ما فعل الموسم الماضي. فلهذا هو بحسب تصريحاته يريد عمل استقرار في تشكيلة نادي مانشستر سيتي. ويبدو أن بيب غوارديولا في الآونة الأخيرة جميع تصريحاته التي صرحها سواء في الندوات الصحفية أو لوسائل الإعلام والاتصال كلها كان يعمل بها، ليس مثل التصريحات التي كنا نسمعها يعني في بداية الموسم. كان يقول باللاعبين اللي قدموا لي مستويات كبيرة فوق أرضية الميدان راح يبقوا يلعبوا أساسيين، وطبعا شفنا العكس بعد تلك التصريحات. ولكن بيب غوارديولا في الآونة الأخيرة راح يصرح بتصريحات وراح يعملها يعني شكل صحيح، ووصل قائلا: الآن تبدو الأمور مختلفة، ومن يصنعون الفارق سيلعبون والبقية سيتواجدون على مقاعد البدلاء. طبعا هذه رسالة مشاهدين تحذيرية للاعبي نادي مانشستر سيتي، وبيب غوارديولا كان يقصد بعض اللاعبين، وطبعا كلكم تنتظرون من هم اللاعبين. اللاعبين هم كل من رحيم ستيرلينج الذي أصبح يضيع بطريقة غبية أمام المرمى، يعني فقط تلمس الكرة يعني رحيم ستيرلينج أصبح يضيعها بشكل غريب جدا. فهذه الرسالة موجهة إليه، ما راهش حاسم في العديد من المباريات السابقة. بينما اللاعب الثالث هو رأس الحرب الصريح جابرييل جيسوس. جابرييل جيسوس راه غائب عن غريزة التسجيل يا جماعة، ولولا رياض محرز في آخر 6 مباريات لشفنا نادي مانشستر سيتي قد ودع الدور الإنجليزي الممتاز منذ زمان، وأيضا سقط في الترتيب، وأيضا سقط من عرشه في المرتبة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. فلازم يحمد ربي عندهم رياض محرز يلعب معه في نادي مانشستر سيتي، وأصبح بيب غوارديولا يعتمد عليه كورقة رابحة. حتى كيفن دي بروين أصبح يمرر لرياض محرز رغم أنهم بينهما عداوة كما شرحنا لكم في الأيام الماضية، ولكن يبدو أن بيب غوارديولا يعني أراد توضيح علاقة بين هذين اللاعبين. وطبعا بسبب توطيد علاقة بين هذين اللاعبين يعني ليلة أمس شفنا سيناريو آخر، ورياض محرز تألق بفضل تمريرات كيفن دي برون. إلا أن رياض محرز عنده حلول فردية كثيرة، ولكن يجب على الكرة أن تصله، فعندما تصل الكرة لرياض محرز وتعطيه المكان الأساسية فانتظر النتائج الإيجابية. ولكن بالنسبة لنجم الجزائر رياض محرز هذه الرسالة إيجابية له، لأنه راح حاسم في 6 مباريات أخيرة، وطبعا هذا يعني له أنه سيكون أساسي في قادم المواعيد إلا في حال يعني أصيب بالأرهاق إذا قدر الله بطبيعة الحال. أما الآن ننتقل إلى الخبر الموالي عن ترتيب نجم الجزائر رياض محرز بعد اللقاء الذي قدمه أمام ساوثهامبتون سواء في الدور الإنجليزي الممتاز وأيضا في ترتيب نادي مانشستر سيتي من حيث التنقيط. طبعا في الدور الإنجليزي الممتاز رياض محرز يحتل المرتبة السادسة بعد هاري كين، جاك غريليتش، كيفن دي بروين، برونو فرنانديش وتوماس سوشيك. بتنقيط اعزائي المشاهدين رياض محرز في المرتبة السادسة بتنقيط 7.36، ما شاء الله رياض محرز ان شاء الله نشوفوه من اعلى المراتب، يعني اذا اعطيت له المكان الاساسية راح يصعد اكثر فاكثر. الكاي غاندوغان كان متألق وكان هو يعتبر من افضل اللاعبين في نادي مانشستر سيتي، ولكن في مباراة واحدة كما تشاهدون رياض محرز فاته وايضا مر عليه، وايضا فات حتى هيونغ مينغ سونغ بتنقيط 7.6
36. بينما ننتقل الآن إلى رتبة رياض محرز، أيضا كم يحتل رياض محرز رتبته في نادي مانشستر سيتي من ناحية التنقيط. كما تشاهدون كيفن دي بروين اللاعب الأول بتنقيط 7.53، اللاعب الثاني رياض محرز 7.36. يعني رياض محرز أصبح مثل الموسم الماضي أفضل ثاني لاعب في نادي مانشستر سيتي. بطبيعة الحال هذا جاء بالصبر وأيضا بالمستوى الجيد الذي بات يقدمه، وأيضا ثقة بيبو غوارديولا في هذا اللاعب. بينما أيضا لا ننسى أن النجم الجزائري بعد المباراة التي قدمها ولاقى يعني هتافات، وأيضا ولاقى كما نقول العديد من الإشادات العالمية سواء من الصحف الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى العربية. يعني كانت هنالك كما نقول إشادة عالمية حول هذا اللاعب من يوتيوبر صناع محتوى أيضا من كل مكان. رياض محرز حصد ما زرعه، وطبعا تواجد رياض محرز كما تشاهدون ساحر العرب، هذا احتفال من موقع نادي مانشستر سيتي، ساحر العرب رياض محرز في التشكيل الفريق الأسبوع يعني للعبة الفيفا كما تشاهدون. وطبعا رياض محرز تواجد في هذه التشكيلة مع هاري كين وأيضا كازيميرو لاعب نادي الملكي ريال مدريد. فرياض محرز كما قلت لكم يعني ما شاء الله، ربي يحفظه من عين، ويجب على بيبو غوارديولا إعطاه الفرصة. رانا نكرر هذه المقولة كثيرا، يجب على بيبو غوارديولا إعطاه الفرصة، يجب على بيبو غوارديولا إعطاه الفرصة، لأنه رياض محرز راه يقدم مستوى كبير جدا، فيجب عليه الاستمرارية. أنا نحذر لأنه إذا رياض محرز راح يعود إلى كرسي البدلاء راح يعود الخدمة نتاعه من الصفر. فبيبو غوارديولا حسب تصريحاته راح يعتمد عليه، يعني الأيام بيننا وراح نشوف. وقولوا لي في صندوق التعليقات هل يعني صدقتم التصريح الذي صرح به بيبو غوارديولا عن هذه الرسالة التي وجهها للاعبي نادي مانشستر سيتي، وأن رياض محرز راح يكون أساسي في قادم المواعيد أم لا؟ على بالي معظمكم لن يصدق، لأننا كنا نصدق يعني بيبو غوارديولا، ولكن يظهر لنا وجه آخر من بيبو غوارديولا، وطبعا كما نقول يخدعنا جميعا. أما الآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى تصريح أندي موريسون قائد نادي مانشستر سيتي السابق عن نجم الدولي الجزائري رياض محرز في برنامج We Are Not Really Here التي تعمل فيها ناتالي بايك صديقتنا التي استضفناها في العديد من الفيديوهات السابقة. طبعا في ذلك البرنامج أشهد كثيرا ومطولا بنجمنا الجزائري رياض محرز والمستويات التي قدمها في ذلك اللقاء أمام ساوث هامبتون، وطبعا تلك التصريحات نقلت مباشرة إلى الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي الظاهر أمامكم في الشاشة. وعنوان هذا المقال صرح قائلين: يقول قائد السيتي السابق محرز هو أفضل جناح في أوروبا، يعني نقطة عد إلى السطر. وطبعا صرح قائلا في نفس السياق: لقد كان لاعبا رائعا خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان الأكثر انتشارا في الفريق، وبطبيعة الحال كان الأكثر إنتاجا. يقوم بيبو غوارديولا بتدوير الفريق، لكنه بقي هذا اللاعب أساسيا. جاء هدفه الأول من خطأ تشي آدمز، ولكن لا يزال هنالك الكثير لتفعله، ما زلت بحاجة إلى تقنية وجودة مذهلة لتتمكن من القيام بما يفعله رياض محرز فوق أرضية الميدان. محرز من دواعي سرور المطلق مشاهدته في تلك المناطق، لا أعتقد أن هنالك شخص أو أي شخص أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواقف فردية مثل رياض محرز، إنه يمزقك إلى أجزاء. يعني شوف راح يتفنن في مدح رياض محرز. أنت تعرف إلى أين سيذهب، ولكن عندما يكون شخصا ما جيدا ويكون التنكر جيدا لا يمكنك إيقافه. كما أقول إنه لمن دواعي سروري مشاهدته في الوقت الحالي. قائلا أيضا في نفس السياق: أمل أن يحصل على التقدير الذي يستحقه من بيبو غوارديولا. بطبيعة الحال هذه رسالة إلى بيبو غوارديولا، نتمنى أنه ينال التقدير الذي يستحقه. لا يزال هنالك الطريق طويل لنقطعه هذا الموسم، مازال بقي العديد من المباريات، لكنه كان في حالة أرجوانية خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد كان مذهلا خاصة منذ مطلع العام، وليس هنالك أي لاعب أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه اللحظة أو في جميع أنحاء أوروبا ينتج ما هو عليه كل أسبوع. وأيضا ردد شونغ واتر مدح موريسون وقائلا: ما يعجبني فيه هو أنه يقوم ببعض الخطوات السريعة، ينتقل إلى اليسار وثم إلى اليمين، وهو مثير للغاية لمشاهدته. إنها دائما سيطرة نقية وتعتقد كيف يمكنك إيقافه. إنه ليس أقوى لاعب جسديا، يعني الفورمة تاع رياض محرز ليس مفتول العضلات، لكنه بالله لديه تمريرة رائعة ورؤية جيدة للكرات والعرضية، ونعلم مدى قوته بقدمه اليسرى، كيف تمنعه؟ عليك حقا أن تجعله يواجه بعيدا عن المرمى للحصول على أي فرصة، إنه في حالة رائعة. يعني شونغ واتر وأيضا موريسون كلاهما تفننا في مدح نجم الجزائر رياض محرز. فقولوا لنا في صندوق التعليقات ما رأيكم حول هذه التصريحات. طبعا هذه التصريحات ستبقى
مكتوبة للتاريخ عن نجم الجزائري رياض محرز والمستوى الخارق الذي قدمه في مرمى نادي ساوثهامبتون. وكان هذا فيديو اليوم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.